الرولز بتاعتنا هتكون جلاش طازه، ومحتاجين نص كوبايه زبده وكوبايه حليب وبيضه، وده هنستخدمه خليط التوريق. تمام، زبده وحليب وبيضه. عايزين للحشوه عندي لحمه مفرومه متعصجه، اذا متاح اي كميه مفيش اي مشكله، مش بالتساوي ومش كلهم قد بعض، احنا بنحط كده اللي موجود وبنشتغل بيه. البطاطس المسلوقه هي اهم ما في الموضوع، البطاطس مع اللحمه مع الجبنه مع البقدونس طعم وميكس خطير لحشوه الجلاش اللي هنعملها دلوقتي. عايزين بقدونس وعايزين ميكس جبن وملح وفلفل اسود، وعلى الوجه ممكن نحط سمسم او حبه البركه او الاثنين. يلا بينا. دايما بقول لكم ان انا اتعلمت حشوه البطاطس دي من التراكوة، من البرك، عندهم برك بطاطس كده حلوه قوي. لكن افتكرت كده شويه، قعدت اتذكر مع نفسي وتذكرت ان تيتا كانت بتعمل جلاش بالبطاطس عادي جدا، دي حاجه قديمه اصلا، طلعت حاجه قديمه يعني، وافتكرتها بالصدفه انه لا كان في جلاش ببطاطس كده كانت تيتا بتعمله زمان، فكان حاجه من الحاجات القديمه اللي عندنا وهو لذيذ. بس انا بدخل بقى معايا اللحمه والجبنه فبيبقى الميكس ده خطير خطير. بقدونس طبعا، دي بطاطس مسلوقه مش مهريه وميميه ومصرصره ميه في البتاع، لا ماسكه نفسها بس مسلوقه سوا كامل، ولا نص سلقه ولا ثلاث ارباع سلقه، مسلوقه عادي. حطينا الشوكه لقيناها استوت، صفيناها من الميه عشان ما تتشربش ميه كتير، لان انا لو الحشوه بتاعتي كلها ميه وابتديت احشي لا هبوظ الدنيا، يعني الجلاش عندي هيشرب ميه كده ويبقى اسوا حاجه. فاللي احنا عملناه ايه بقى، ان احنا صفيناها كويس قوي من الميه بعد ما سلقناها. اوكي تعالوا بس ندي البطاطس، انا البطاطس بحب اديها ملح وفلفل رشه بسيطه، بس انا بحب اكتر ان انا اديها الملح المظبوط وهي بتتسلق. ناس كتير بتنسى، احنا كنا زمان يعني كانت من اهم حاجه لما مامتي تبعتني المطبخ اسلق بطاطس ما تنسيش الملح، معرفش ايه اللي حصل والناس ابتدت ايه تسلق من غير ملح وتملح بعدين. توزيع الملح بعد السلق مش اظبط حاجه، فهو احلى حاجه ان هو وهي على النار كده تديها الملح بتاعها تتشربه بقى مظبوط، لو عوزنا زياده يبقى واحنا شغالين. بعد ما هرسناها كويس من غير ولا نقطه ميه ولا زبده ولا اي بهارات تانية ولا اي حاجة، احنا ما حطيناش ولا لبن ولا اي حاجة، هحط بقى خلطة اللحمة المتعصجة اللي انا متعودة عليها عادي. اللحمة المتعصجة دي ببهاراتها بقرفتها، اذا بتحطي قرفة، انا ما بحطش قرفة، حط سنة 7 بهارات، ملح وفلفل اسود والبصل واللحمة المتعصجة. هي بقى هتتبلي البطاطس وهتخليها تحفة. اوعي تحطي صلصة عشان في ناس بتعصق بصلصه او بطماطم، لا دي من غير صلصه ولا طماطم. وانزل كده بشويه الجبنه، اذا حابين يعني تحطوا شويه جبنه تمام. حاضر، هحط كمان البقدونس وكده الخلطه بتاعتي جاهزه، هقلبها كويس قوي. احنا كده وصلنا لايه بقى؟ وصلنا لان احنا خلاص عملنا الحشوه. يلا انا هنا عملت بورقتين، لو عايزه تعملي بورقه واحده براحتك. انا شايفة ان ورقتين لطيف جدا. الزبدة دي ممكن تبقى زبدة وزيت، ممكن ما نورقش بيها او ما ندهنش وندهن في الاخر خالص، يعني ممكن عادي. عايزين نحط مثلا الخلطة كلها، لو احنا حابين نحط الخلطة على بعضها ونورق بيها ممكن نعمل كده، تيجوا نعمل كده. انا كنت ناوي احط كل ده على الوش في الاخر، فممكن نبتدي نعمل كده مثلا، وبعدين اللي يتبقى مننا نقوم ايه رشينه من فوق الوش. يلا بينا. حاجه مهمه جدا انا نسيت اعملها، ما دهنتش الصاج، فانسوا اوعوا تنسوا زي الين سؤال، ادهنوا الصاج قبل ما تحطوا طبعا الجلاش او يعني رولات الجلاش ده مع بعضه علشان يبقى هو ده خلطة التوريق في النص، ممكن زبدة بس وممكن الخلطة دي نحطها على الوش في الآخر خالص، أنا هبقى أزود لبن في الآخر، ما حطيتش كل كمية اللبن يعني. غالبا هحتاج صاج صغير، تفتكروا عندنا صاجات صغيرة ولا مفيش؟
ماشي، بس كان نفسي يا اما املى الصاج يا بلاش، بس خلاص. تعالوا بقى كده ايه، ندي خلطة التوريق كده في النص، حاجة بسيطة ما تبليش قوي لان احنا لسه هنشرب. يلا انا اصلي عاملاها ورقتين مش ورقة واحدة عشان تبقى ماسكة نفسها. لو عايزين تعملوها ورقة واحدة مفيش مشكلة، طب هتبقى رفنطوعة وحلوة مفيهاش أي مشكلة كده. أي شكل، وممكن ما نعودش نعمل رولز كده، ممكن نخليها صينية عادية زي ما احنا متعودين، بس الطريقة دي في الأكل حلوة، ومع التقطيعة بتأكل عدد كبير من الناس ومشبعة قوي قوي. موضوع البطاطس باللحمة المفرومة ده خطير يا جماعة، حلوة بشكل. ليش محشي بطاطس ولحمة مفرومة، حبة صغيرين كده معصجين مع اللحمة المفرومة، متعصجين مع البطاطس مع بقدونس، ولو عندك جبنة هتحطي شوية جبنة، ما عندكيش بالبطاطس بس، مع حبة لحمة مفرومة صغيرين مع شوية بقدونس، الدنيا بتبقى خطيرة. ده الخليط بتاع التوريق اللي احنا عملناه مع بعض، كان ايه، بيضة وشوية لبن وزبدة. عايزة زيت مفيش مشكلة، عايزة زبدة وزيت برضو تمام. نديله كده رشة ملح على رشة فلفل اسود، ونقلب ونسقي. بس تعالوا قبل ما نسقي نقطع كده مثلا ايه بالنص، بحيث يبقى شكله لذيذ واحنا بنقدمه برضو يبقى سهل علينا لو حابين تقطعوا يعني. كده سهل قوي في الاكل، وفي نفس الوقت ايه شكله حلو وطعمه حلو قوي ومشبع قوي. طبعا الصاج مدهون وكله تمام، نعمل كده نوسع بس كده عشان ميبقاش في حاجه لازقه، وننزل بخليط التوريق بتاعنا. نسقيه 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 كده، هيدي لون وطعم كل حاجة. يمين، أطراف، أوبس، شمال. وقعت حبة صغيرين، الحمد لله. يلا رشة سمسم، ممكن سمسم ممكن حبة البركة. حاسة ان انا عايزة احط له سمسم بس مش عارفة ليه، ما حدش يسألني ليه، الهدف ما عنديش اهداف لا الحقيقة، بس حسيت انه حبة البركة ساعات بتغلوش على الشكل، فاهمة؟ فقلت شكلا سمسم احلى، لكن طعما حبة البركة بتدي طعم خطير، لكن بس عشان التصوير وعشان الشكل في الاخر ممكن يبقى احلى بالسمسم فقط. ندخل بقى على فرن سخن، طبعا طبعا مش قادره اقول لكم بقى سخن قد ايه، يعني سخن جدا، ونسيبه لحد ما ياخد لون. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. سيريا نورماندي كده، الصاج نقلبه الناحيه الثانيه، لونه خطير كده كده مظبوط قوي الحمد لله، يعني بصوا شكله تحفه رهيب خطير. سامعين قرمشة؟ لا؟ طيب ايه اللي لا ده؟ لا لا لا، صوابع بقلاوة، ده مش جلاش. والله مش هعرف اطلعها عشان سخنة، بس تمام يعني الفكرة وصلت، انتوا عرفتوا انه بيقرقش وشكله حلو وباين، صح؟ باين باين بصراحة.